السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. ملخص مباراة الأهلي والتعاون والتي سجل فيها عمر السومة الهدف الثالث للأهلي السعودي. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. إثارة اللقاء امتدت إلى اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث نجح الأهلي في تخطي نظيره التعاون بمباراة مثيرة انتهت بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 17 من الدوري السعودي. شوط المباراة الأول لم يشهد أي هجمات خطرة من الجانبي. قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق نجح عبد الفتاح عسيري في تسجيل الهدف الأول للأهلي بكرة رأسية بعد عرضية من عمر السومة، وبعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني يحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، ولكن تقنية الفار تلغيها قبل أن يسجل إبراهيم الزبيدي هدف التعادل في الدقيقة 56 بركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء. وبعد أربع دقائق سجل التعاون الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة أنهاها جهاد الحسين ببراعة في شباك العويس، واستمرت المباراة في إثارتها حيث احتسب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ركلة جزاء للراقي في الدقيقة 62 تقدم لها ديجانيني ووضعها في الشباك. وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق يحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تدخل على عبد الفتاح الحسيري ويتقدم لها عمر السومة معلنا عن الهدف الثالث. وبعد هدف السومة بخمس دقائق يستغل هيلدون خطأ قاتل في عبد الرحمن غريب في إبعاد الكرة ليسجل الهدف الثالث لفريقي. وقبل النهاية بقليل نجح دي جانيني مرة أخرى في تسجيل هدف المباراة الأخير وسط اعتراضات من لاعبي التعاون، ولكن الحكم يعتمد الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.